متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. لقاء جديد من داخل محافظه دمياط، بنرصد مع حضراتكم لحظه انزال يخت بحر في نهر دمياط. ما للاسف واحده من المهن الشاقه جدا في مجال صناعه السفن هنا في مدينه عزبه البرج، وتحديدا في طبيه عرابي، ورش طبيه عرابي. عبد الله عبد الله اهم حاجه المكان، زي ما انتم شايفين يعني هنا عمال الازل. ماسك فين؟ مهنه اشبه بيه. خلي عندك طول انت فوق، كل خطوه محسوبه. خلي عندك انت طول فوق، يكون ليها ولفه واحده على البيت عشان تصد بيها. الموضوع مش بيبقى عشوائي، غلطه ممكن تكلف العمال هنا كتير جدا. خلينا نقول ان مهنه الازق واحده من المهن اللي مش بس مهنه شاقه وبتحتاج مجهود بدني، لكن كمان محتاجه مجهود ذهني وعقل كبير في التعامل مع المراكب، سواء جر المركب من الشط الى من البحر الى الشط او انزال. خلي كله كامل تاني عبد الله. عمليات الصيانه هنا في ورش تصنيع السفن في منطقه طابه عرابي. خلي كله كامل تاني. هسيب حضراتكم مع هذه الاجواء وعيشوا مع تعليمات رئيس عمال الازق، وهنشوف ازاي عمال الازق هيعملوا انزال لهذا اليخت في نهر. اهم حاجه ما يشطش الشط ده، ما بينزل ما عادش يتحكمش فيه. لا الشط الاخرانيه ما عادش يتحكمش فيه، هيزود نفسه كده بيجي ما عادش بتاعي. لا يبقى عادي ان شاء الله. يبقى خطوات ما قبل انزال اليخت لميناء دمياط. زي ما قلنا لحضراتكم متابعي اليوم السابع في كل مكان، كل خطوه بيكون ليها دراسه معينه، ما فيش حاجه عشوائيه. بنشوف متابعات مع عمال الازق ومهنه الازق، وايه هو الازق؟ زي ما احنا شفنا كده مع حضراتكم، مجرد مجموعه من العمال بتشتغل يدوي في انزال السفن زي او خروجها من الميه للشاطئ هنا من اجل اجراء عمليات الصيانه. مهنه شاقه جدا، وزي ما قلنا ان هي بتبقى محتاجه يعني حضور ذهني. كل خطوه بيكون ليها نسب معينه، القصه اقرب من انها تكون هندسه اكتر منها مهنه كمان. دي واحده من الخطوات التحضيريه، خشاب بتبقى معموله برضو، بتتصنع بشكل معين بحيث ان هو يحافظ على توازن المركب ايا كانت اللي هتنزل، سواء مركب صيد او يخت رحلات او ايا كان المركب اللي هتنزل، بيكون فيها اخشاب معينه بنسب معينه للحفاظ على التوازن. يعني زي ما بناكد مع حضراتكم، مهنه الازق واحده من المهن الشاقه جدا واللي تحتاج انت فاولنج، ده مضاد للتقليات وللحشف والحاجات دي. دي البويه اللي على الاحمر ده اسمها انت فاولنج. دي فيها نوع من السن ما تخليش الحشف يطلع بأقل من سرعه المركب. ده بيسهل سرعه المركب في الميه. بيسهل انسيابيه. يعني اللون ده بيسهل المسألة. مش اللون، الماده. الماده المحطوطه معاه اسمها انت فاولنج. يعني مضاد يخلي الحشم ما يعلقش فيها. بالظبط، يقلل من سرعه وتزيد استهلاكه. كده بيحافظ على حاجتين، سرعه المكنه وانسيابيتها في الميه، والحفاظ على الوقود. بالظبط، والوقود بيقلل استهلاك، بيقلل استهلاك الوقود. بيأثرك المسافه نتيجه السرعه ازاي؟ دي معلومه برضو، معلومه مهمه جدا. بالظبط، اهم حاجه هم بالعمره اللي بيطلعوها علشان الموضوع ده. والزنج اللي بيتحط ده بدل ما تاكد ده المركب ده الحتت اللي هي موجوده دي. الزنج
دي الحاجات الفضي اللي محطوطه تحت شايفها زي أيوة السماء أيوة. بيعرف بتاكلش ايه البدن المركب بيتاكل هو ده نتيجه الاحتكاك الاستاتيك المركب لما بيعمل احتكاك الاحتكاك ده بيولد كارنت اللي هي زي كهرباء ده عاوز ياكل من بدن المركب بيقوم بيتاكل ده بيغيروه كل سنه ونص سنتين حسب السفر والنقل واستهلاك المركب ده اسمه ماده الزيت بتقطع البدن دي نتيجه الرفاص البروبيلر الرفاص المائي هننزله دلوقتي معلومات مهمة جدا المادة اسمها ايه؟ انتي فاولينج دي واحدة من الحاجات او الخامات اللي بسم الله هيبدأ نزول الماركت دلوقتي زي كهرباء ده عاوز ياكل من بدن المركب بيقوم بيتاكل ده بيغيروه كل سنه ونص سنتين حسب السفر والنقل واستهلاك المركب ده اسمه ماده الزيت بتقطع البدن دي نتيجه الرفاص البروبيلر الرفاص المائي هننزله دلوقتي معلومات مهمه جدا المادة اسمها ايه؟ انتي فاولينج دي واحدة من الحاجات او الخامات اللي بسم الله هيبدأ نزول الماركت دلوقتي هكذا يا طويل 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 انتهت قصه نزول اليخت ليل الميه بمنتهى الحرفيه زي ما شفنا مع حضراتكم متابعي اليوم السابع في كل مكان عمال الازق في محافظه دمياط ما زالوا محتفظين بسر صناعتهم كاحد اهم المهن اللي موجوده داخل ورش صيانه السفن داخل محافظه دمياط تابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان انا معكم من داخل محافظه دمياط هيثم مراد تابعنا مع حضراتكم هذه اللقطات من نزول يخت ميل دمياط بواسطه عمال الازق اشكركم جدا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.